قال أمير المؤمنين عليه السلام: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، إن من عفا عن حقه الخاص لوجه الله كان له ناصرا وعوض عليه أضعافا مضاعفة، ومن أراد القصاص بيده ممن أساء إليه تركه سبحانه وشأنه يشفي غيظه من عدوه إن استطاع، وهو جزء من حقه. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يحث كل القادرين على الانتقام والعقوبة من المعتدين على العفو والصفح عن المذنبين في كل مورد يليق به، فإن للعفو موارد لا يتعداها ومواقع لا يتجاوزها. فالعفو يكون في الحقوق الخاصة بالمقتدر، أما حقوق الله من الحدود وغيرها من المعاصي فلا مورد للعفو، وإنما يستحق العفو من تاب وندم لا على المصر المعاند، لأن الذي يرجع إلى ذنبه بعد العفو فلا يستحقه. والعفو مع كمال القدرة أدل على صفة الرأفة وآثر في توبة المذنب ورجوعه إلى الحق.